قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب أبناء الكباش. في السبعينية كده في العبرية، قدموا للرب مجدا وعزا، لأن التقدمات تقاس كانت بقيمتها. فأبناء الكباش يدل على اختيار التقدمة الغالية، تبقى حاجة غالية عليك بتقدمها. يعني مثلا أبونا إبراهيم لما جاب إسحاق أغلى حاجة عنده حطه على المذبح وقال له ما تغلاش عليك يا رب، قال له خلاص مش هتعمل حاجة، وصلت خلاص قلبك وصل التقدم، لكن خلي إسحاق عايز، أنا عارف اللي في قلبك. عشان كده تذكروا أنه في كلمة تقدمة قيلت في هابيل، أن هابيل لما قدم ذبيحة قدم تقدمة ذبيحة مرضية ربنا فرح بيها، أما قايين قدم تقدمة أي كلام، ودي كانت بداية الانهيار بقى. فهنا قدموا لله يا قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا أبناء الكباش، يعني قدموا أغلى حاجة. كمان الكبش هو ذكر يعني الفصيلة دي، فيطلع منه عجول كتيرة، إشارة أنه قدم لربنا ثمار حياتك، قدم له فرح، سلام، طول أنا، محبة، تعفف، طرق، سمو في الأخلاق، قدم له كل دي تقدمات. كأن كل جهادات الإنسان أبناء الكباش، يعني إيه؟ ثمر الروح، ثمر جهادك وحبك وفرحك وخدمتك، فتبقى أخطيت. يعني الكبش يجيب عجول كتيرة قوي وتبقى يعني ملهاش آخر، لأنه ده ذكر القطيع يعني اللي بيجي منه كتير قوي، بس كل كبش كل عجل من دول طالع من أم يعني من نعجة معينة. إذا قدموا للرب يا أبناء الكباش، يا أبناء الله، أبناء الكباش يعني يا أولاد ربنا، قدموا حياتكم لربنا وولادكم لربنا وأغلى ما عندكم لربنا، وثمر حياتكم كلها تروح كده تقدموها لربنا. تخيل خدمتك كلها دي أبناء الكباش، حاجات ثمينة، تعب وخدمة وشقاوة، لكن بتقدمها ربنا بفرح. قدموا للرب مجدا لاسمه، قدموا للرب في زينة مقدسة. مجدا لاسمه برضو إشارة أحبائي إلى تجسده، لأن اسم ربنا يسوع يدعى اسمه يسوع، فبقاله اسم في العهد الجديد، يهوى صار يسوع، بمعنى يهوى الله العظيم صار يسوع الله المخلص، فأصبح له اسم جديد نتغنى به، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. في السبعينية يقول قدموا للرب مجدا لاسمه، اسجدوا للرب في دار قدسه، اللي هي الترجمة هنا اسجدوا للرب في زينة مقدسة. السجود نوع من التقدم،